أعتقد مع مرة ما كان يمكن بعد كل مؤتمراتنا السابقة. سيد رسل شقر حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل الحملة الانتخابية في عين الشق، هذه المقاطعة اللي مثيرة للجدل منذ سنوات، وانتم تقولوا يعني احنا ضد استعمال المال، واش الحزب قادر انه يلقى قطن في هذا الدعم؟ أعتقد قدرة الحزب من عدمها عندها علاقة بتاريخ الحزب. احنا ما عمرنا من تلقنا من اننا لن ندخل الى معركة الا اذا كانت مضمونة، وهذا اللي ميزنا. الان تجري انتخابات جزئية في عدة دوائر في المغرب، الحزب الحاضر بقوة في اغلبية الدوائر هو الاتحاد، لان تنعتبرها اولا محطة للتواصل مع المواطنات والمواطنين، تنعتبرها محطة لتطوير العمل السياسي ولتقريب المواطنين، نوع من التوعية والتثقيف للمواطنين والمواطنة تزيد تقوى في كل منا، لأن تنوليو نتذكروا في القضايا العامة عوض أن نتذاكر فقط في قضايانا الشخصية أو مصالحنا. ولذلك حنا رهاننا أكبر ولن نتوانى ولن نتراجع. جينا أمامكم راه اليوم قلنا لكم دوائر للاتحاديين مسؤولين فيها والحزب موحد وكذا، حنا غناخذوا فيها المعركة. والدائرة اللي عندنا فيها ضعف صريح وكاين اختلاف ما بين الإخوة، راه حنا عجزنا عن تقديم مرشحين فيها. مجموعة من الأوراش الكبرى خاصة في المقاطعة ديال عين الشق، يعني مجموعة من الأوراش الكبرى كتنتظركم. الضمانة هي التاريخ. الحزب كان في المسؤولية بداية استقلال البلاد، حكومة عبد الله إبراهيم والسي عبد الرحيم بوعبيد على رأس وزارة الاقتصاد، كانت تجربة لا زال المغرب يتغنى بها ويتذكره. الحزب مرة ثانية تحمل المسؤولية بعد السكتة القلبية في شخص أخينا المرحوم كذلك سي عبد الرحمن اليوسفي، ويذكر المغاربة كم من المكتسبات وكم من الوعود التي تحققت. ما لا شك فيه أن اختلاط الحابل بالنابل في السياسة، وما عشنا في ظروف معينة خلى شوية الغموض واللبس يكون. حنا تنراهنوا حنا تنديروا العمل السياسي ماشي باش نكونوا غدا ناجحين أو نكونوا غدا في الحكومات أو نكونوا، أنتم تذكرون أننا نحن من رفض الحكومات، نحن من خرج بتلقاء المعارضة حتى عندما يطلب منا أن نشارك من طرفنا. لذلك تنعتبر على أن قدرنا هو هذا، وحنا غادي نمشيو فيه، غادي نمشيو فيه، والرأي العام غادي يكون هو الحكم. مرة أخرى يجربنا، ياك جرب هاد الناس ما يزيد على 15 أو 20 سنة دابا، وراه جرب التجربة ديال الاتحاد الاشتراكي في الدار البيضاء في المعارف، جرب هاد الناس الاتحاد الاشتراكي في المحمدية، جرب الناس الاتحاد الاشتراكي كذلك في عين الشق في واحد المرحلة ولو أنها قصيرة. يديروا الناس المقارنات ومما لا شك فيه غادي يعرفوا شكون اللي وعود ووعود حقيقية أو غير حقيقية. البعض يهضر على واحد التعديل حكومي قادر يحسسوا الصحافة الفرنسية وهذا، واش السحر؟ وأنا السحور ما تنعرفش نهضر فيه.